بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا عاشر بدنا ناخذ تدريبات المفعول فيه ظرفا الزمان والمكان. التدريب الأول: عين ظرفا الزمان وظرفا المكان فيما يأتي. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ظرف الزمان هنا اليوم، اليوم هنا ظرف الزمان. قال تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. جميعها فيها يوما، عسى أن يكون بغيضك يوما، متى عسى متى يكون بغيضك يوما وحبيبك يوما، ظرف زمان. ثلاثة: نظم منتدى الحوار الفكري ظهرا، ظهرا أجت ظرف زمان، متى نظم ظهرا. غدا، غدا سننطلق، غدا هنا أتت غدا أجت ظرف زمان. الروبوتي تحت، تحت أيضا تحت مكان، مكان ظرف مكان. أيضا قال الشاعر: أنت نجم في رفعة وضياء، تجليتك في العيون شرقا وغربا. شرق والغرب ظرف مكان. قال الشاعر عبد المنعم: في وصف العلم خافق في خافق في المعاني والمنى، عربي الظلال والسنة، في الدرى والأعالي فوق. فوق هنا ظرف فوق، فوقها من رجال مكان. سبعة: ولي وطن، ولي وطن أليت ألا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر. الدهر هنا ظرف زمان. قد ترف في الحياة بعد ذبول، ويلين الزمان بعد جفائي. هنا بعد ظرف زمان أو ظرف مكان حسب الموقع. تسعة: الذكريات كتمتها زمنا، زمنا هي ظرف زمان. عشرة: ولم يذق مر الساعة تعلم ساعة، ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. هنا ساعة وطول ظرف زمان. التدريب الثاني يقول لكم: عين الظرف فيما يأتي واضبط حركة آخره. ألف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في آخر سطر هنا رح أحكي الجواب عشان الوقت. هنا: فإن فنيت حسناته قبل، قبل مبني على الفتح، قبل هنا الظرف. الثانية: قط، الظرف هي قط مبني على الضم. أجلس حيث، حيث أيضا مبني على الضم، حيث. تأمل جمال الطبيعة يرتح صدرك، وإن بعد، هنا بعد فتحة مبني على الفتح. لن أصاحب المتملقة طوال، فتحة ظرف هنا طوال. كلها ظروف مبنية، لاحظ. ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين، حين أيضا مبنية على الفتح. تدريب ثلاث يقول لكم: ميز الزمان ظرف مبني من المعرب، مبني من المعرب. عنا واحد: عنا حيث، حيث تأتي مبني على الضم. اثنين: عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند، عند هنا معربة، عند، عند خير الأصحاب عند الله، مكانهم عند الله. الجملة الثالثة هي حيث، حيث الدخان هنا ظرف مبني على الضم، الآن مبني على الفتح، عند معرب. خمسة: هنا وقت ظرف زمان معرب وقت. هنا أمامك برضو معرب. أمسي، أمسي تأتي مبني على الكسر. الجملة الثامنة هي لدى، هي مبني على السكون. التدريب الرابع: اضبط ما تحته خط. عندك كلمة حيث مضمومة، اليوم برضو مضمومة، اليوم هنا أيضا مضمومة، أمسي كسرة. طلاقة تشرق قبل فتحة، لحظة فتحة، قط مبنية على الضم. التدريب الخامس يقول لكم: أنشئ جملة. هذا السؤال سيترك لكم واجب يا عاشر.
تدريب 6 أجب عن الأسئلة التي تلي الأمثلة. استخرج ظرف زمان، ظرفي زمان، عندك، عنده، وأبدا. با ظرف مكان مبني على الضم وآخر منصوب. هلا المبني على الضم قلنا حيث يسير. بين أيضا هنا ظرف منصوب، ظرف منصوب. أضبط المساء، عند المساء، وعندك بين فتحة. آخر سؤال نموذج من الإعراب، أعرب ما تحته خط. عندك إعراب غدا، غدا تأتي مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه تنوين الفتح، فوق ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. اليوم برضو مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. صباح ظرف مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. اليوم مضاف إليه مجرور بالكسرة. إلى هنا يا عاشر، وفقكم الله، نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.